أيها الحفل الكريم، تهفو إليه النفوس الطيبة، تتطلع إليه القلوب النقية، ويعمل من أجله أصحاب النوايا الصادقة. أولمبياد طيور السلام للرياضة والثقافة الذي يقام في ريف حمص الشمالي، تعاون جميل ما بين فريق السعادة التطوعي والدفاع المدني السوري بحمص، فريق يشمل بين طياته الرياضة مع الثقافة لعدة فرق مشاركة لأندية كرة القدم، بالإضافة لعدة مجموعات من أطفال بلدة الدار الكبيرة، أطفال الغنطو، أطفال الزعفرانة، وأطفال مدينة الرستن، ليرسموا هذه اللوحة الجميلة على أرض ريف حمص الشمالي في ظل هذه الأحداث التي نعيشها. نحب السلام، نحيا لأجل السلام، ونعمل لأجل السلام، وباقونا إن شاء الله. اليوم انطلق المهرجان الأول على مستوى الريف الشمالي والحولة. هذا المهرجان هو عبارة عن عدة فعاليات ثقافية ورياضية، تعاون بين الدفاع المدني السوري في مدينة حمص والهيئة الفرعية للرياضة والشباب وفريق السعادة التطوعي. هذه الفعاليات سيكون من خلالها إرسال رسائل للعالم أجمع. الرسائل سوف تطرح من خلال أطفال بأنهم سيعودون إلى مدارسهم، بأنهم بحاجة إلى بناء تلك المدارس، بأنهم بحاجة إلى إيقاف القصف والتشريد. الأمر الذي يتمناه جميع أطفال العالم، وهذا حق طبيعي لأطفالنا. Come on.